بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب كورونا، أجريت أمس مراسم الاحتفال بانطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو. وحضر مراسم الاحتفال وزير الطيران المدني والسفير الياباني بالقاهرة. احنا مصر طبعا كانت مشغلة خط القاهرة طوكيو قبل كده، توقف في أثناء كورونا. الحمد لله عملنا دراسة سوق ودراسة جدول للخط. الخط إن شاء الله نبدأ نشغله من النهاردة بواقع رحلة واحدة أسبوعية إن شاء الله. من أول نوفمبر هيشتغل رحلتين أسبوعيتين بإذن الله. طبعا ده دعوة لكل السياح اليابانيين والمواطنين اليابانيين يجوا يزوروا مصر ويشوفوا مصر ويتفرجوا على مصر. مصر في بنياتها التحتية الجديدة، مصر في مشروعاتها القومية الجديدة. طبعا تاريخيا هناك علاقات وطيدة وودية، وحاليا واتفق فخامة الرئيس سيسي ورئيس الوزراء في اجتماعهما في شهر ابريل لرفع علاقاتنا إلى علاقات استراتيجية. أتوقع أن يكون هناك عديد من الرحلات ومتبادلة وعلاقات اقتصادية وسياسية قوية. مستوران في خطة تشغيل في القريب العاجل، حبة في توسع في الشبكة بالكامل، هتعلن غالبا على آخر السنة دي إن شاء الله. زاد أن في برضو خطوط جديدة ابتدت اوريدي في مانشستر في إنجلترا. في عندنا ساو باولو طلع 3 رحلات في الفترة اللي فاتت، ده رحلات يعتبر رحلات عارضة لحين انتظام الخط في نص السنة الجاية. وفي متوقع شنغهاي برضو في الفترة اللي جاية في الصين. إطلاق خط الطيران القاهرة طوكيو كان سبب لسعادة كتير من الركاب المسافرين إلى اليابان، لأنه هيسهم بشكل كبير في تقليل زمن الرحلة وأوقات الانتظار. اليابان بلد حيوي جدا بالنسبة لنا، كون إن يبقى في خط مباشر بيوفر وقت ومجهود ومعاناة بقى ترانزيت، وحضرتك عارف الإجراءات البينية. فطبعا لا طبعا فرق سما الأرض يعني. طبعا الرحلة كنا تبقى حوالي في 13 ساعة، فده شيء جميل جدا. أنا مش هنزل ترانزيت ولا هطلع، توفير مشقة كبيرة علينا. جيد جدا أن تعود الرحلات المباشرة لأنها تختصر في الوقت كثيرا. طبعا حاجة جميلة جدا. حتى يعني قبل ما أعرف أن الخط رجع كنت بشوف الرحلات التانية كان في حوالي 4 ترانزيت، فكانت رحلة شاقة بصراحة. فالحمد لله أنه رجع وربي يستمر إن شاء الله. تشغيل خط الطيران من القاهرة إلى طوكيو يأتي لتنشيط الحركة الجوية والسياحية ولتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية اليابانية. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.